من الطبيعي جدا أن يصل الإنسان إلى بعض مراحل اليأس، ولكن أن يصل اليأس فينا لمحاولة الانتحار فبالتأكيد المصاب جلل. ولكن عندما نستمع بأن المصاب الجلل هو فقط مزحة أدت إلى تنمر، أدت إلى محاولة للانتحار، التنمر الذي يؤدي إلى محاولات الانتحار بالقصد. مزاح، استهزاء، تنمر بتوصل لمحاولة الانتحار. المزحات اللي بعض الأشخاص يطلقوها مفكرين بأنه هذا مدعاة لخفة الدم، جعلت بعض الأشخاص يوصلوا لأنهم يفكروا بالانتحار. والهدف من الموضوع بأن نسلط الضوء على أنه هاي أصلاً مش مشاكل، الاستهزاء أحياناً بيكون ببعض الحالات الصحية. معنا بالاستوديو حنين، ميت أهلاً وسهلاً. حنين عندها متلازمة اسمها تورت. المتلازمة باختصار بتخلي الإنسان يعمل بعض الحركات أو الأصوات اللا إرادية، ولكن هذه المتلازمة لا تؤثر على القدرات العقلية أو على الذكاء. حنين كيف حالك؟ الحمد لله. أنت أنا تمام. بالبداية إحنا كثير سعيدين بوجودك معنا. شكراً لك. وموضوع مهم جداً أنا نسلط الضوء عليه، ولكن بدنا نشوف كيف ننتقل من التنمر والاستهزاء اللي تعرضت له حنين، وكيف وصلها لأنها تفكر بالانتحار. في البداية، من أي سن بلشت معك المتلازمة؟ عمري 7 سنين كنت لما بلشت معي الحركات اللا إرادية. بلشت أول إشي بحركة صوتية وكم حركة عضلية كانوا. بعدين أمي لاحظت أنه الموضوع مش طبيعي ومبين أنه مش بإرادتي، فبلشت تعرف أنه إيش الموضوع، بحثت على جوجل كتير، بعدين شافت دكتور وحكى لها أنه توري. اليوم حنين كم عمرك؟ 20. يعني صار لك 13 سنة بتعاني من هاي المتلازمة. خلال هدول 13 سنة هل كانت تتزايد ولا بتتحسن؟ بعد 18 خفت. أنا حالتي مع قبل 18 كان أوجها فيما قبل 18. طيب، بما أنه عم نحكي عن مرحلة ما قبل 18، فإحنا عمالنا بنحكي عن أيام الدراسة. لما بلشت معك بعمر 7 سنين، محيط الصف المدرسي كيف تلقوا الموضوع؟ كان سيء، وهي هاي الفترة الأكثر فترة تعرضت فيها للتنمر اللي كانت مدرسة، كتير بأبشع الصور. يعني يعني أكثر أشياء بتذكرها اللي لما كنت أصغر من صف رابع كانوا في بنات يجوا إنه ما بنص، يعني تيجت علي بنت قالت لي إنه أنا البنات مستغربين ليش أنا مصاحبتك. فأجيت أنا بقولها ليه، بتقولي إنهم بخافوا منك، بخافوا تعديهم، بخافوا تكوني ملبوسة، هيك قعدت تحكي لي. بعد هيك لما بلشت صف 7 وما بعد، يعني هاي الأشياء اللي بتذكرها من ذيك الفترة، كان في بنت ضلت تلحق وراي في المدرسة كاملة وتقلد أنا شو بعمل. كانوا هيك 3 بنات، هي هذه البوست تبعهم، يعني هي بده يلحقوا وراي الثلاثة. تذكريهم لليوم؟ يس، ما بنساهم. كثير كنت أتعرض للإحراج منهم. أنت وأبكي، يعني كانوا كثير مضايقيني. أنت حنين الطفلة ميزت إنه أنا عندي متلازمة تورت لما صرت تقريباً 15 سنة، وأنا عرفت من أمي. قبل ما كنت فاهمة إيش اللي عندي، كانت أمي بتعرف، حكت لي بعدين أنت عندك تورت، وبعدين أنا بلشت أقرأ كتير مش شوي عن الموضوع. ما قبل عمر 15، ما قبل إدراكك لأنه أنت عندك هاي المتلازمة؟ عارف أنه عندي حركات بس ما بعرف ليش أنا بعمل هيك، بس أمي كانت بتعرف. خارج النطاق الصف المدرسي أنهم كانوا يتنمروا، أكيد كنت تروحي على البيت تحكي لأهلك. إيش كان تصرف أهلك بموضوع التنمر جوا المدرسة؟ أنا لما كانت أمي دائماً قبل ما أدخل المدرسة تفوت عند المعلمات تحكي لهم إنه بنتي عندها كذا كذا، وإلها يعني معاملة خاصة لازم تعاملوها. المعلمات ما كانوا يقصروا نهائياً، لكن الفكرة أنت عم تتعامل مع فئة عمرية طفلة، صعب إنك تشرح لهم إشي مرض أو إيش اللي عندك أنت، لأن هم بالآخر أطفال، صعب إنهم يفهموا إيش أنت معك. فكان دائماً التركيز يكون مثلاً على المعلمات، على المرشد الاجتماعي بالمدرسة، هم كانوا يتصرفوا بطريقة كويسة يعني. وإحنا هنا برضو للتنويه، متلازمة تورت من المتلازمات اللي جداً نادرة، بحيث أنه أقل من 1% من سكان الكرة الأرضية يعانوا من هاي المتلازمة. السؤال البديهي ممكن يخطر على بال أي حدا، هل حاولت اللجوء للعلاج؟ هلأ قبل ما كنت 18 سنة كانوا الدكاترة دائماً يحكوا لنا أنه أصبروا لبعد 18 ممكن تخف. لما صرت 18 أنا كنت فترة توجيهي، فقلت اتفقنا إنه أساس نصبر لبعد 18 بلكي خفت، وغير هيك أنا كنت توجيهي كنا خايفين الأدوية تأثر على دراستي، لأنه يعني عارف فترة توجيهي يعني بأردن إشي كتير بخوف، وغير هيك كنت علمي فالموضوع كان ستريس زيادة، فكنا خايفين إن الأدوية تأثر كتير على موضوع التوجيهي. وما بعد 18 بآخر سنتين؟ ما بعد 18 بلشت جامعة وشفت الموضوع مش مأثر على حياتي العملية. غير هيك أنا لما كبرت وبلشت في طريق الوعي لما تلازم تورت وأحكي عنها، تعرفت على كتير ناس
كثير ناس عندها تورت لكن برا الأردن. فكنت أكثر لما يعني هم كانوا شوي يخوفوني موضوع الأدوية، يعني يحكوا لي عن السايد إفكت اللي بتصير معهم ورا الأدوية. في عندك أصحاب من أيام المدرسة؟ آه. للآن؟ أكمل واحدة؟ عندي واحدة. واحدة من هي اللي بعدها هلأ معي من أول. من صف أول؟ كيف كانت تساعدك؟ إحنا كنا صغار، كانت لما حدا مثلاً يحكي شيء عني. كانت تدافع عني. إيش اسمها؟ نادين. نادين؟ تتذكر طب أسماء الناس اللي تنمروا عليكي؟ لا إشكال. جيت شفتيهم؟ التقيت فيهم بعد سنين؟ كيف كان اللقاء؟ يعني شفتهم البنت هي البوس تبعهم اللي كانت كثير متنمرة، هي اللي شفتها وما حتى سلمت علي، أنا ما خلص كنت بعيدة، كثير أذتني يعني نفسياً. لحد الآن بتذكر الموقف قدي أنا كنت متضايقة من الموقف، لأنه تخيل أنت بين مجموعة طلاب وصحباتي يكونوا مع حتى صحباتي هم يعني صفوا أنه مش عارفين شو بدهم يردوا أو شو بدهم يعملوا بهذا الموقف. فأنا كنت اللي هو أحس نفسي جهة ضعيفة. إيش نوع التنمر اللي كانت تعمله اللي بتخليك إلى هالدرجة متذكرتيها؟ كانت يتوقف قدامي تعمل نفس أنا بعمل له وبطريقة بس أصعب، يعني مش تقلد بالضبط، لا هي بطريقة أسوأ تقلد أو يصيروا كلهم يضحكوا مع بعض. وانا يعني انا بتذكر الموقف هذا ليه، لاني كنت احس بالضعف كثير وقتها وما اعرف كيف اتصرف، وكانت تمسكني بالنسبه لي من ايدك بتوجعني بهذيك الفتره. افكار الانتحار امتى جتك؟ بالفتره اللي البنت هذه كانت تتمر علي، اللي هي احنا بنحكي كم كان عمرك؟ يعني اي صف؟ تاسع او ثامن، يعني 14 تقريبا او 13 تقريبا. هاي الفتره اجتك الفكره يوم ما تنمرت عليكي في المدرسه؟ بعد ما تكرر الموضوع كذا مره، وبعدين ما كانت لحالها، اكيد كان في ناس. اكثر شيء مؤذي لمريض تورت نظرات، يعني انا لحد الان وين ما اروح ما برتاح وانا قاعده، بتلاقي العيون كلها علي، لي انت ليه بتسوي هيك؟ غير انه احيانا بكون ماشي بالشارع بعمري هذا، لما بكون ماشي بمروا بصيروا يأشروا لي بالسيارات، فاهم كيف؟ انا بكون ماشي بعمل تيك بصيروا يعطوني ايماءات انه مجنون هيك بصيروا يعملوا لي، فهمت كيف؟ راح ارجع على الافكار اللي اجتك وخلتك تفكري بانهاء حياتك. انت حكيتي لنا من وراء هاي البنت اللي كانت تخوتك ما قبل هاي الافكار وما بعد هاي الافكار تغير اشي؟ صار في اشي معين اللي خلاك تبلشي تتصالحي مع الموضوع؟ يس، اللي خلاني أبلش أتصالح مع توريت كتاب قرأته. إيش هو؟ كتاب اسمه القوة في داخلك للويز، هذا اللي غير حياتي. رح نعرف بعد الفاصل كيف ممكن كتاب يخليك تتصالحي مع متلازمة كانت السبب بيوم من الأيام إنها وصلت حنين للتفكير بالانتحار، ولكن بعد الفاصل. انضم لنا بالاستوديو الدكتور احمد ميت، اهلا وسهلا. أهلاً طبيب وسهلاً. نفسي للتحدث اكثر عن متلازمه تورت. في البدايه دكتور اذا بدنا هيك تعريف بسيط للمتلازمه. متلازمه تورت هي عباره عن متلازمه كجزء من اضطرابات اللزمه او اضطرابات خلينا نحكي العره، هيك باللغه العربيه. العره او اللزمه هي عباره عن حركه لا اراديه ليس لها نمط معين تأتي في الوجه أو في اليدين وأحياناً نادرة في الجذع، يعني في الرقبة وفي الظهر، تمام؟ هذه هي اضطرابات اللزمات أو اضطرابات العرات اللي بنسميها بالإنجليزي tick disorders. أوكي. نيجي لسؤال العلاج. العلاج نهاية الأمر بنهاية هذا الطريق. تمام. في علاج؟ كما هي جميع الاضطرابات النفسية دائماً هناك ثلاثة درجات لعلاج متلازمة تورت أو اضطرابات اللزمات بشكل عام. هناك علاج دوائي، وهناك علاج سلوكي، وهناك دعم اجتماعي يتمثل بالدعم الموجود في الأسرة وفي المدرسة. تمام؟ ننتقل بالبداية للعلاج الدوائي. تمام؟ سيدي العزيز، العلماء إجمالا يعتقدون أنه الدوائر في الدماغ التي لها علاقة بالدوبامين وب السيروتونين هي المعنية بوجود اضطرابات اللزمات. احنا بدناش يمكن نصعب الموضوع علميا على المشاهدين، ولكن اذا طبقنا العلاج الدوائي السلوكي والدعم الاجتماعي هل ممكن نسيطر؟ برجع زي اول وربما افضل. ليه لسه في بالك انك ما تجربي رحلة العلاج الدوائي والسلوكي والدعم الاجتماعي اللي انت عمالك بتبرعي فيه حاليا؟ ليه ما تجربي وينتهي الموضوع؟
هلا انا لسه عندي ترددات شوي، قلت لك من الموضوع العلاج الدوائي بسبب الكلام اللي سمعته من مريضين تورنت بس موجودين برا الاردن. غير هيك كنت اشوف في ناس حالتها ساءت بعد الادويه، كثير شفت حالات ساءت حالتها. غير هيك لسه عندي امل انه بعد ال25 تخف اكثر، ليه ما اجرب بدون علاج اشوف اذا رح تخف. اذا بعد ال25 ما خفت كنت رح ارجع للدواء. كلياتنا بعمر معين بنبدا نفكر بالارتباط بشريك الحياه بالحب. لما انت تيجي تفكري، هل برايك هاي المتلازمه ممكن تخرب عليك هذا الموضوع؟ حسب الناس اللي حولي والافكار، مش اهلي طبعا، بالعكس انا كثير اندعمت من اهلي، لكن سمعت كلام كثير من الناس اللي كنت اشوفهم اللي هو عمرك ما راح تتزوجي، عمرك ما راح تشتغلي، عمره ما حدا راح يرضى فيكي. امانه ما بتجيك هاي الافكار؟ لا ابدا، انا بالنسبه لي عندي قناعه، انا يعني انا شخص عقليتي وعقلي بشكل عام افكاري كثير بفتخر فيها. فانا بالنسبه لي الشخص اللي بده يجي مثل يوم ايام اتزوجه، اذا ما شاف عقلي قبل اي شيء بشخصيتي وشاف انه انا شخص ناجح وفخور بنفسه، هو اللي راح يصير بده ياني على هاي الافكار، الشخص المثقف اللي بيفهم. واحنا بنفتخر بفكرك وبعقلك ونحكي لك هذا الحكي تحت الهواء، ولكن بدنا نحاول نناقش الموضوع من ناحيه واقعيه شوي. للاسف في ظل السياق المجتمعي تبعنا، هل حنين تعتقد بانه حظوظها زي حظوظ اي بنت في المجتمع؟ يمكن احسن كمان. ما عندي فكره انه انا مش ممكن اتزوج عشان تورت، قلت لك شيء بفتخر فيه، هذا المعتقد نهائيا مش عندي، وبالنسبه لي معتقد مغلوط. يعني اذا في شيء انت مكتوب لك حتاخده ومش رح يخليه، انا شايف تورت رساله وهدف مسار لحياتي اكثر من شيء معرقل. هو اللي بيفرق انت كيف بتشوفها، هل بتشوفها عدو او صديق. انا شايفتها صديق صراحه ومفتخر فيها، مش شايفتها شيء احاول اتخلص منه او شيء مثلا عدو الي. في دكتور، هل فعليا التنمر يؤثر على الانسان لهي الدرجه؟ لانه دائما بيجي يحكي لك خشوشن، شد حيلك، كلها مزحه. فيمكن الناس عندهم قصور في فهم اثر التنمر على نفسيه الشخص. صحيح اخي العزيز، التنمر اجمالا افه مجتمعيه تحدث للشخص في المدرسه وفي الحاره وفي البيت، وهي طبعا بتأذي السلف كونفيدنس، بتأذي ثقة الإنسان بنفسه، وبعد فترة بسببه قد يصبح الإنسان انعزاليا انطوائيا، يصير عنده رهاب اجتماعي، ممكن يصير عنده كآبة، ممكن يصير عنده أنواع قلق معينة. فحقيقة هي ظاهرة سامة. المتنمر شو جاي من هذا الإشي؟ المتنمر بده يبسط سيطرته على الصف أو على الساحة، أو بده يستعرض قوته، أو بده الناس يقولوا إنه هو قوته متعاظمة ومميز وأعظم من أو أقوى من باقي أقرانه. تمام؟ فهي عبارة عن رسالة، لما أنا أستضعف شخص معين، هي في اللاوعي تبع الناس بيفهموا إنه الشخص اللي قدر يستضعفه هذا شخص قوي. تمام؟ طبعا هذا بناء على التفكير البسيط للأطفال والمراهقين بالمدارس. حنين، كثرة التنمر في عمر صغير خلاك منعزلة؟ لا، ما انعزلت. ما ايش غير فيك؟ غير انه انا يعني صرت تقريبا، يعني مش غير اللي هو تغيير اني انعزلت عن الناس، لا، بس انه كان يأذيني نفسيا. بس اني صرت الفتره هذيك كنت احس حالي عالي، او انه انا شخص غريب بطريقه سلبيه. انه انا قلت السلف كونفيدنس عندي زي ما حكى الدكتور كثير، لانه صرت اشوف حالي شخص سيء غير عن الناس بالضبط. فخلى الموضوع يخوفني كثير من التعامل مع الناس. كان عندي شعور ان انا اخاف اقابل حدا جديد عشان ما اضطر اشرح له كل شيء وكيف رح يشوفني واذا رح يتنمر او لا. هذا هيك كان الموضوع. كنت مقبله للمدرسه ولا لا؟ كيف يعني؟ انه يعني كنت تستني تخلص العطله الصيفيه وتبلش السنه الدراسيه، ولا كان يجيكي هذا شعور اللي لا ما نفسيش تبلش المدرسه؟ كنت اضل على نفس الحماس، لكن مع مخاوف، لانه كانت امي دائما تدعمني في الموضوع، ما كانت تحسسني. بالبيت أبدا ما كنت أحس الموضوع مؤذي أو غريب، لأنه كانوا دائماً يتعامل معه بطريقة كثير حلوة. عمره حدا اتهمك هذا الاتهام أو سألك كثير؟ إيش بحكولي؟ هاي ملبوسة، هاي فيها جن، هذا مين هدول؟ مين الناس هدول؟ ناس كثير بشوف يعني بالمدرسة، لا بالمطعم، أونلاين وعلى الحياة الطبيعية كمان. يعني أونلاين كانوا يحكوا هذا مس من الله، روحي ارقي نفسك. دكتور، للأسف بعض الناس بدل ما يعزوا الموضوع للعلم، وأكيد كلياتنا مؤمنين بالله عز وجل، ولكن
لما نوصل لمرحلة إنه إحنا بندعي إنه هذا الشخص ملبوس على عجالة، إيش ممكن نحكي لهم؟ عادة كل ما يفسر بالعلم التجريبي ما بنحاول إنه إحنا نفسره بإشي له علاقة بالأمور الروحية بشكل عام. يعني رسالة أخيرة لفئتين، ناس عندهم توريت وناس اللي بيتنمروا على كل حدا شايفينه أقل منهم، شو بتحكي لهم للي عندهم تورت؟ عندهم تورت إنه كونوا فخورين في نفسكم لأنكم مميزين، وهذا الشيء خلق لكم عشان، ويعني امشوا باللي أنتم خلقتوا عليه لأنه أكيد رب العالمين شايف إنه هذا الشيء أحسن لكم، فيمكن يكون هو يرسم لك طريق حياتك للنجاح. تورت إذا أنت شفت عدو لك مش رح تنجح في حياتك، لأنك إذا أنت ما وقفت مع نفسك بأشد أوقات ضعفك ما رح تنجح في حياتك، أنت لازم تكون مع نفسك. ورسالة لكل متنمر مفكر خف الدم ورح توصل لمكان جيد، ولكن هو وصل الأشخاص الآخرين لجرح نفسي. هلأ أنا بالنسبة لي التنمر هو مرض وبحسه ضعف شخصية، يعني أنا ما بشوف شخص متنمر إلا لأنه هو بحاب يفرض نفسه، معناته هو عنده نقص نفسي داخلي، بس هو عم بملاه بتسلطه على الآخرين، فهذا لازم يعرف إنه هو عنده مرض ولازم يساعد نفسه يصير أحسن. أنا بالنسبة لي شكرا كثير لك حبيبي، عفوا، مبسوطين كثير بوجودك معنا. شكرا دكتور، حضرتك باقي معنا في الجزء المتبقي من الحلقه، وقبل ما نطلع للفاصل بدنا نختصر كلام حنين بجمله. حنين عندها متلازمه، ولكن المتنمر هو اللي يعاني من مرض. خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد، انضم لنا بالاستوديو شادي ميت. أهلا وسهلا شادي. من الأشخاص اللي زي كثير من أقاربنا وأصدقائنا عنده مشكلة بسيطة جدا، وهي اللدغ بحرف الراء، ولكن نتيجة لهاي اللدغة تعرض للتنمر بشكل كبير جدا، وصلوا لمرحلة بنحاول أن يقطع لسانه بإيده. شادي أول شيء ميت أهلا وسهلا، أهلا فيك، كيف أمورك؟ الحمد لله كله تمام. نرجع لبداية قصة اللدغة، أنت انولدت تلدغ بحرف الراء، وهل حاولت بأنك مثلا تشوف الناس اللي بيعالجوا النطق؟ شفت أخصائيين تخاطب، ولكن ما كملت عند ولا واحد فيهم لأسباب، زي مثلا أنه الدكتور مثلا اللي كان يعالجني سافر مثلا لدولة ثانية، فما قدرت أن أكمل معاه. ليه ما رحت لطبيب ثاني مثلا أو إيش زي؟ ما فيش كثير، ما لقيت كثير أخصائيين بهي المواضيع، بالذات لأنه أنا عمر كبير كمان، كنت لما بلشت أدور عن العلاج لهي المواضيع كان عندي 16 سنة، أغلبهم ما كان يعالجوا هاي الأعمار، كلهم بيعالجوا أطفال مثلاً. طب الأطباء حكوا لك بأنه اللدغة اللي عندك تعالج ولا راح تضل موجودة؟ أغلبهم حكوا لي لا لا تعالج، بس في واحد قال لي كمان أنه أنت ممكن تتعالج إذا عملت مثلاً، أنه أنا عندي سوء إطباق تمام بالفك، الطبق اللي تحت هذا جاي لقدام، فقال لي إذا ممكن مثلاً بالمستقبل عملت علاج لسوء الإطباق اللي عندك ممكن تتحسن الموضوع. نيجي لفكرة البيئة المدرسية، شادي عنده مشكلة بسيطة جدا وهي اللدغ بحرف الراء، كيف تقبلك الصف؟ بشكل عام في المدرسة أنا أصلا بسبب هذا الموضوع ما كنت كثير أحكي، يعني حتى في المدرسة ما كنت كثير أشارك نهائيا عشان كنت أخاف تبين الموضوع، ولكن الناس اللي انتبهوا لهذا الموضوع كانوا دائما مثلا يتنمروا ويتمسخوا مثلا أنه أنت ليش هيك بتحكي، تنمر كثير من هذا النوع يعني بشكل عام. وحتى في أستاذ من الأساتذة كان بيوم من الأيام يسأل الطلاب بالصف إذا في حدا بيعاني من هذا الموضوع، فأحت له بعد الحصة أقول له، وقال لي تمام ما فيك إشي. بعد الحصة بعد ما خلصت يعني وكل شيء أحصى شفته بيحكي عني وبتمسخ طريقة حكي ومن هذا النوع، والموضوع هذا كثير أثر علي. وإنت بتحكي جملك بتضلك تفكر فيها؟ هنا في حرف راء كنت كثير أعمل هيك، وظل أفكر وحاول أتجنب الكلمة كلها وأنا بحكي. دكتور، مجرد التفكير بكل كلمة بدي أنطقها استباقياً إني أبدلها بكلمة خالية من حرف الراء، هل هذا ممكن يؤدي لأي درجة من درجات القلق والتوتر؟ طبعاً هذا بحد ذاته سبب من أسباب القلق والتوتر والرهاب الاجتماعي، يعني بصير الشخص يعني يتجنب مش بس الكلام بالصف، يتجنب يطلع على المسرح، يتجنب يطلع على الإذاعة المدرسية، يتجنب إنه هو يحكي أي سبيتش، أو حتى أنه هو أي خطبة أو أي جائزة يستلمها بحاول أنه يتجنب أنه يستلمها. تمام. موضوع كبير يعني مش موضوع صغير. يعني شادي، طبيعة التنمر بالغالب بيجي من بيئة مدرسية، هل تعرضت من بيئتك الداخلية بيئة العائلة لنوع من أنواع الاستهزاء أو التنمر؟ صارت بس من مين؟ مش من
أفاد أسرتي نفسه من العيلة من البعيد يعني. بس للأسف يعني كانوا دائما يستمعوا بالموضوع لشي كان فعلا كثير أثر علي، خليني مثلا أفكر مثلا بطريقة مش كويسة، مش طريقة إيجابية بشكل واضح. كنت فكرت بالانتحار بسبب الموضوع هذا، إنه كثير كان متعبني نفسيا. إيش اللي صار؟ ما من المات زي ما قلت قصة الأستاذ اللي صارت معي هاي، وكمان يوميتها بنفسها كمان تنمى علي حدا من أفراد العائلة. هون أنا وصلت لمرحلة مش حاب أوضح من هو، بس إنه إيش طب إيش حكالك؟ قال لي إنه أنت بتعرفش تحكي، مع إنه أنا بعرفك كويس، بتعرفش تحكي وإحنا مش فاهمين عليك، وصارت مسخة على الموضوع كثير. وكنت صغير أنا ساعتها 15 سنة كأنه. فلما حكى لي هذا الحكي كثير أثر علي، فرحت على الغرفة عندي ومسكت مقص وحاولت أقطع لساني، بس يعني الله سطاها يعني معي. كيف؟ مين اللي أوقفك؟ أنا لحالي لما حسيت بالوجع، وحسيت كمان كان عندي كمان وازع ديني ممكن نحكي، فوقفت الموضوع. بس يعني حسيت يعني بالوجع وقفت ممكن نحكي. من وين خطرت لك فكرة أنك تروح تجيب المقص وتحاول تقص لسانك؟ ما بعرف، حسيت أنه أنا غاع على الناس، ليش هيك مثلا الله بيعملني مثلا. فأجتني أفكار كثيرة هيك من نوعية هاي السوداوية، وكان في مقص جنبي فعملت هيك. جرحت لسانك؟ جاها. وبعدين قررت خلاص أنك تغير فكرتك؟ لا، ظلت عندي أفكار أنه انتحارية وكذا، من الموضوع أنه كثير كان مأثر علي. بس الحمد لله يعني ما في إشي، يعني لسه ما وصلت لهالموضوع ولا بدنا إياك توصلنا. الحمد لله ما وصلت له. دكتور، ليش بيجوا زي ما تحكي هدول الهجمات؟ هجمة فكرة الانتحار. يعني مثلا مرة راح جاب المقص، ليه بهذا اليوم؟ شو اللي بيشغل هالفكرة؟ أستاذي، أفكار الانتحار إجمالا لها علاقة بكيف الإنسان يعالج مشاكله في الحياة، ولها علاقة بالحالة المزاجية، ولها علاقة بالحالة العقلية. تمام؟ يعني أنا شو بفكر عن حالي، وأنا شو شاعر خلال الفترة الماضية، وأنا كيف متعود عادة أحل مشاكلي. هذا فيما يتعلق بالفكرة الإيذاء للنفس، أو بفكرة إيذاء النفس، أو بفكرة الانتحار. ولكن الإقدام على الانتحار عادة ما يكون له ظرف معين أظهره للسطح. شادي، الارتباط بتحس الموضوع رح يأثر عليه؟ ما بعرف صراحة، ما جاوبتش عشان أكون متأكد إذا أنه بينفع ولا لا، وأنه بفيد. لو واحدة بيوم الأيام حكت لك أنا صعب أرتبط فيك عشان هذا الموضوع، هو حقه بصراحة يعني ما بقى. ليه حقه؟ يعني كل إنسان له الحق أنه يختار الشريك اللي بيناسبه، يعني بلبل زي ما بيحكوا احتياجاته. فبخاف أنه مثلا تأخذ أنه الكلامي مسخة بشكل عام، لأنه عندها يمكن تصور مسبق أنه أنا بين قوسين أهدى. مش ناوي بحياتك تبادر؟ ما بعرف حالياً لا. حاسس في إشي صادق من أنك تبادر؟ كثير شغلات يعني بشكل عام. شادي، رسالة لأي حدا ممكن يكون بيعاني من اللي أنت عانيت فيه، لدغة بحرف وصلت له هاي الأفكار السوداوية، شو بتحكي له؟ كلمة واحدة مش أحكي جمل مش كلمة. بشكل عام هاي مش مشكلة يعني كبيرة كثير من وجهة نظري حالياً. أنا بحكي شادي حالياً هيك بقول. أنت انتقلت من اللي جاب المقص لشادي اللي هلا عم بعطي تجربته للناس، اللي بحل مشكلته ومشكلة الآخرين 100%. شكرا لك شادي، كثير تشرفنا بوجودك معنا. دكتور يعطيك ألف عافية، أثريتنا بمعلوماتك. مزحتك تتحول لاستهزاء، تتحول لتنمر، خلت بعض الأشخاص يحاولوا الانتحار بسببك. تأكد يا متنمر بأنك المريض مش هم. تقوم العافية.